اهلا بكم محبي قناة الدكتور حمدي. بناء على الاستفتاء اللي انا عملته على النت، ولقيت ان في بعض الناس محتاجة مراجعة للأجزاء الخانية بتاعت مواد مبادئ الكهربية، فقررت ان شاء الله ان انا ابدأ في هذا الموضوع. ان شاء الله غالبا هعمل فيديو النهاردة او فيديوين، وبكرة هعمل فيديو التالت، وكده نبقى راجعنا على كل حاجة. الناس بس اهم حاجة ما تنساش تركز جدا على المحاضرات، وتركز قوي على الشتات. ان شاء الله الدنيا مش هتبقى صعبة، وهيجي حاجات شبه الشتات والمحاضرات، بس مزيدا من التفكير. الناس تفكر وتركز، ونبدأ ان شاء الله بإذن الله مع اول محاضرة او اول ريفيجن هنعمله في مادة المبادئ، هو عبارة عن الالكتريكال ترانسفورم. استنونا بعد الفاصل ان شاء الله عشان نشرح لكم ايه هو المقصود بالالكتريكال ترانسفورمر، ونعمل كفر سريع لكل حاجة خدناها مع بعض في موضوع الترانسفورم. مع تحياتي وتحيات قناة الدكتور حمد. السلام عليكم. أهلا بكم بعد الفاصل، رجعنا لكم تاني. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل ان احنا هنتكلم على المبادئ الكهربية، او اخر اربع محاضرات في المبادئ الكهربية بناء على طلب بعض الطلبة اللي انا بدرس لهم في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا. ان شاء الله هنبدأ بالترانسفورمر. نبدأ بقى مع بعض. بسم الله. هنتكلم النهاردة على الالكتريكال ترانسفورمر. الالكتريكال ترانسفورمر في الحقيقة لو احنا اتكلمنا عليه، اول حاجة لازم نتكلم ونقول يعني ايه الالكتريكال ترانسفورمر. الالكتريكال ترانسفورمر زي ما احنا عارفين هو عبارة عن ديفايس بيقوم بتحويل الانرجي من ليفل لليفل اخر بدون تغيير في الفريكوانسي. اذا عشان اعرف الترانسفورمر او الالكتريكال ترانسفورمر، بقول ان هو عبارة عن ستاتيك الكتريكال ديفايس بيقوم بتغيير الانرجي ليفل من one level to another level مع الحفاظ على الفريكوانسي. طيب ايه اهمية الترانسفورمر؟ ليه بنستخدم الترانسفورمر؟ الترانسفورمر بالنسبة لنا في الحقيقة مهم جدا جدا جدا، وخصوصا بتبرز اهميته الكبرى في استخدامه في نقل الطاقة الكهربائية. تعالوا نتخيل مع بعض كده ان احنا عايزين ننقل الطاقة من السد العالي نوديها للقاهرة. الكلام ده معناه بالنسبة لنا إن إحنا عشان نغذي القاهرة، مثلا كسكان بالعدد الضخم اللي موجودة فيه محتاجة آلاف الأمبيرات. كلمة آلاف أمبيرات يعني إيه؟ يعني معناها إنها محتاجة كوندكتور يشيل آلاف الأمبيرات. طبعا الكوندكتور ده عشان نقدر نوفره مشكلة كبيرة. يا ترى هيبقى قطره قد إيه؟ قطره رهيب جدا. يا ترى عشان أقدر أحطه على أبراج وأحمله، أنهو برج اللي هيقدر يستحمل هذا الكلام؟ بالإضافة لكده كمية الفولتج دروب اللي هتبقى موجودة، اللهم إني لما أجي أنقل الفولت من مكان التوليد لمكان التوزيع هيبقى الفولت على ما يوصل هناك هيبقى رائع. طيب نعمل إيه؟ الحل الوحيد في هذا الموضوع إن أنا لازم أرفع الفولت جدا، فلما أرفع الفولت جدا التيار يقل وأقلل التيار جدا على أساس إن الفولتج دروب بيقل قوي، لأن الفولتج دروب كلنا عارفين إن هو عبارة عن الأي في الأر، الأي سكوير الأي في الأر. فبالتالي بما ان الفولتج دروب هو الاي في الار، يبقى انا لو قللت التيار قوي 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 قوي، وطبعا كده كده مقاومه السلك بتبقى صغيره جدا، فيبقى الفولتج دروب صغير جدا. طب يا ترى الجهاز اللي اقدر اعمل بيه الشغلانه ديت هو الترانسفورمر. ازاي؟ طبعا معروف ان الترانسفورمر ان انا هستخدم ستيب اب ترانسفورمر. الستيب اب ترانسفورمر هيرفع لي الجهد جدا، لما يرفع لي الجهد جدا هيقلل لي التيار، لان طبعا هو بيشتغل على السيري بتاعته ان الايه؟ الابيرنت باور بتبقى ثابته. فبالتالي الابيرنت باور هي حاصل ضرب الفولت في التيار. فبالتالي انا لو عليت الفولت قوي عشان احافظ على نفس الاس الموجود عند البرايمري لازم التيار يقل جدا. وبالتالي هقدر انقل الكهرباء دي، هقدر انقلها في اسلاك صغيره جدا قطرها، وبالتالي لما اجي عند المستهلك اعمل بقى العكس. طبعا عشان الاجهزه الموجوده عند المستهلك بتبقى ايه؟ بيبقى الجهد بتاعها طبعا قليل جدا، فانا بروح جاي بالمقارنه بالهاي فولتج طبعا بروح جاي رافع ايه؟ رافع الموضوع دوت، رافع المغير تاني، مستخدم ستيب داون ترانسفورمر واروح مقلل الفولت، فبالتالي التيار يوصل للليفل اللي انا محتاجه، وابتدي اوزع على مين؟ على الاماكن السكنيه. عشان كده جت من هنا اهميه الترانسفورمر، بمعنى ان عمر ما كان هيبقى في منظومه كهربائيه جيده
بدون استخدام ترانسفورمر. طب يا ترى الترانسفورمر اللي احنا بنتكلم عليه ده لو جينا نبص عليه عموما هنلاقيه هو عبارة عن الترانسفورمر في الشكل العام بتاعه ممكن نقدر نقول عليه ان هو عبارة عن اتنين وايندينج كابلد مع بعض، والميديم الموجود ما بينهم هو الماجنتيك ميديم. طب الماجنتيك ميديم دوت بيبقى موجود طبعا او بيمر من خلاله الفلكس، والفلكس ده بيمر داخل ايه؟ الكور. بمعنى ان الكور ده بيبقى هو المسار بتاع الماجنتيك فلكس اللي هو بيتنقل من البرايمري للسكندري. طيب الوايندنج الاولانيه احنا قلنا ان احنا عندنا تو وايندنج، الوايندنج الاولانيه بنقول عليها البرايمري وايندنج، والوايندنج الثانيه بنسميها السكندري وايند. طب يا ترى ايه هي الكومن اسبيكت بتاعت الايه؟ بتاعت الترانسفورمر. بالنسبه لي ممكن نقسم الكومن اسبيكت بتاع الترانسفورمر لاربع حاجات. ممكن نقسمها الى كور كونستراكشن، وايندنج ارانجمنت، وانسوليشن، وكويل سبيكتس. طيب لو جينا نتكلم على الكور ككور، اولا الكور ده اللي بيمر فيه الفلكس نتيجه لايه؟ من البرايمري سايد للسكندري ايه سايد. هذا الكور في الحقيقه لازم يتوفر فيه شويه حاجات، فبالتالي لازم يبقى البرمابيليتي بتاعته ما تقلش عن 1000. كمان لازم يكون معمول من ماده قابله للمغنطه. هذه المادة هي عبارة عن بتبقى في الأساس أو أغلب المواد الموجودة في استخدام الكور ترانسفورمر بتبقى عبارة عن سيليكون ستيل. وطبعا السيليكون ستيل ديت لازم إن أنا نتيجة إن الفلكس المتغير بيقطعها فبيولد فيها إيدي كارنت. الإيدي كارنت طبعا بالنسبة لي دوت حاجة غير مرغوب فيها، فبالتالي لازم إن أنا أقلله قدر المستطاع. طب أنا عشان أقلله أعمل إيه؟ اللوجيك إن أنا لازم أزود مقاومة القلب الحديدي أو مقاومة الكور ده. طب ازاي نقدر نزود مقاومة الكور؟ عن طريق ان انا بقسمه لستريب او لشرايح، الشرايح دي بتبقى معزولة عن بعضها وبالتالي المقاومة بتكبر فالايدي كارنت بيقل جدا. طيب كمان المادة دي لازم يتوفر فيها اللي انا بعمل منها الكور، لازم يتوفر فيها انها يبقى الريزستيفيتي بتاعتها عالية جدا عشان تقلل الايدي كارنت لوس. بالاضافه لكده طبعا انا بين كل ستريب انا بعزل الستريبس دي عن بعضها، فبالتالي العزل ده بيتم باستخدام فوسفيت او اوكسايد او ورنيش او اي كلام من الكلام ده. طيب يا ترى ايه الاشكال المتعارف عليها بالنسبه للكور؟ لو احنا بصينا على الرسمه اللي قدامنا هنلاقي ان احنا عندنا اشكال للكور زي الاي اي ادي شكل، وادي السي اي ده شكل ثاني، والشكل ده بنقول عليه الاو تايب لامينش. لو احنا اتكلمنا بقى على ايه؟ على الاجزاء اللي هي موجوده عندي في الكور، لو رجعنا لهذه الاشكال فاحنا بنقول على الجزء ده اللي هو الليمب، والجزء دوت نقدر برضو نقسمه لشويه حاجات كده هنتكلم عليها. فاحنا لو بصينا على الكور تايب في اشكال مختلفه هنلاقي ان احنا الكور تايب ادي الكور اهو موجود وملفوف حواليه ملفات بتاعه الهاي فولتج واللو فولتج او البرايمري والسكندري مع بعض عشان نقلل من الفلكس المتسرب، وفي نفس الوقت الفلكس اللي طالع ده هيمر لي من البرايمري ويروح يقطع لي السكندري. وطبعا لقاعده فاراداي لان الفلكس ده متغير هيولد لي هنا انديوس دي ام اف، الانديوس دي ام اف اللي هتتولد هنا لو انا وصلت لود فهيبتدي يمر لي كرنت. طيب برضو لو احنا قلنا ان احنا عندنا دلوقتي وايندنج، والوايندنج دي احنا حاطينها على كور، فطبعا لازم نعمل عمليه عزل ما بين الوايندنج والايه والكور. طيب في الحقيقه في انواع كثيره من العزل بنستخدمها. هذه الانواع زي مثلا ممكن يبقى البيبر كلوزس، عندنا كمان في بعض حاجات في الانسوليشن برضه هنستخدمها ونتعرض لها بالتفصيل بس بعد شويه. المميزات في الحقيقه لهذا النوع او نوع الكور دوت بتبقى الصيانه بتاعته قليله، بيبقى سهل الاصلاح، طبعا الانفنتيليشن بتاعته بتبقى جيده، بيبقى الفلكس ليكج بتاعه قليل وبالتالي بنحصل منه على هاي افشنسي. طيب في النوع الثاني اللي هو الشيل تايب، والشيل تايب دوت هنشوفه ده في الحقيقه بيبقى الكونسنتريشن بتاعه الكويلز بتبقى محطوطه في مكان واحد في منتصف الترانسفورمر، وبالتالي بيبقى نسبة الليكج فلكس فيها بتبقى قليلة جدا زي ما احنا شايفين. ادي مثلا
ادي البرايمري سايد مثلا وادي السكندري سايد، الاثنين راكبين على ليج واحده، وبالتالي الفلكس لما بيجي يمر بيتوزع، بيمشي من السكندري للبرايمري وبيمشي ويتقسم بعد كده في الكور، نص بيمشي الناحيه دي ونص بيمشي الناحيه الثانيه، ويرجعوا يتقابلوا بالمنظر ده. طيب لو احنا جينا نتكلم على الوايندنج بقى بتاع الترانسفورمر، في حابب احنا عندنا نوعين، نوع من انواع الوايندنج بنقول عليها اللو فولتج وايندنج، ونوع تاني من انواع الوايندنج بيقول عليها هاي فولتج وايندنج، وبيبقى الكور نفسه مصنع من اما من كبر كوندكتور او مصنع من الومنيوم كوندكتور. اللو فولتج وايندنج دوت غالبا بيبقى ليه نوعين، نوع بنقول عليه السلندريكال او الهايلكس، وبالنسبه برضو للهاي فولتج في منه برضو نوعين، النوعين دول بنقول عليهم سلندريكال او كروس اوفر. بالنسبه بقى للانسوليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بنقول ان احنا الانسوليشن اللي احنا بنستخدمه في الترانسفورمر بيختلف على حسب الترانسفورمر ذات نفسه، بمعنى الترانسفورمر لو الباور بتاعته قليله ممكن ان احنا نستخدم فيه ورنيش، وغالبا بيبقى هذا النوع من الانواع بنقول عليه الدراي تايب ترانسفورمر. لما الترانسفورمر الباور بتاعته بتكبر شويه هنستخدم انواع تانيه من الانسوليشن زي الامبرجنيتد بيبر، زي الكروزز، زي الزيت، بيبقى الترانسفورمر نفسه ملموس في زيت، كل هذا الكلام ممكن نستخدمه بس على حسب نوع العزل اللي بيحدده الفولتج الموجود بتاع الترانسفورمر. هل الترانسفورمر ده الفولتج بتاعه هاي فولتج، ميديوم فولتج، لو فولتج؟ طيب لما نيجي نتكلم على موضوع التبريد، طب انا هبرد الترانسفورمر ازاي؟ لان انا عندي مشكله بتولد لي هيتنج في الترانسفورمر. المشكله كلها بالنسبه لي هي عباره عن اللوسز الموجوده ككبر لوس، هي اساس الهيتنج المتولده في الترانسفورمر. فاذا الهيتنج المتولده دي لو انا ما قللتهاش اللي هيحصل الترانسفورمر ممكن هيتحرق منه ويبقى شورت سيركت، ده نتيجه لانهيار العزل. طب ايه الحل؟ الحل في الحقيقة برضه بيتوقف على الباور بتاعة الترانسفورمر، ومن هنا في الباور المنخفضة بيبقى عندي حاجة اسمها الاير ناتشرال كولينج، وعندنا أنواع تانية زي الاير فورسد كولينج أو الاير بلاست. لما تبتدي الباور تزيد شوية ببتدي أشتغل في الأويل ناتشرال أو الأويل اير ناتشرال. في عندنا الأويل ناتشرال اير فورسد برضه، إن أنا بروح جاي يبقى طبيعي ببرده طبيعيا بالزيت وبسلط عليه كمان هواء. برضه ممكن يبقى عندنا اويل فورسد اير فورسد، بعمل بجبر الزيت ان هو يمشي في سيركوليتنج معين، والهواء نفس الكلام. وممكن احنا نستخدم انواع عديده في الحقيقه، لكن ده بالنسبه للعزل بيتوقف على نوع الباور بتاعه الترانسفورمر. طيب لو جينا نقول هاو وركينج ترانسفورمر او البرنسبل اوبريشن بتاعه الترانسفورمر، هو الموضوع في كل بساطة إن إحنا زي ما إحنا شايفين مثلا لو إحنا عندنا أدي الكور أهوت، هذا الكور بيبقى عليه موجود برايمري وايندنج والناحية التانية موجود سكندري وايندنج. لو أنا وصلت فولتج هنا، الفولتج ده طبعا بيبقى ألترنيتنج فولتج، بيمر في الكويل بيولد فلكس، هذا الفلكس بيمر في الكور بيجي يقطع الملفات السكندري وايندنج، طبعا نتيجه ان الفلكس ده متغير هيولد انديوس دي ام اف. لو انا موصل لوب زي ما انتم شايفين هنبص نلاقي ان في كارنت بيمر في السكندري وايند، وديت هي الفكره تقريبا بتاعت الاوبريشن بتاعت الترانسفورم. طيب يا ترى احنا بنقول طبعا لما احنا بنحط فولتج في البرايمري بيتولد لنا الفلكس، الفلكس ده بيمشي في الكور بيروح يقطع السكندري وايندنج يولد فيه فولتج، الفولت دوت لو انا موصل لود هيبتدي يمر لي تيار. طب هل يا ترى كل الفلكس المتولد من الفولت بيعدي من البرايمري على السكندري؟ في الحقيقه لا، جزء صغير من الفلكس ده بنقول عليه ليكش فلكس بيقطع البرايمري وايندنج وما بيروحش للسكندري وايندنج، لكن اغلب الفلكس بيمشي من البرايمري للسكندري، وده بنسميه الميوتشوال فلكس. برضو الفلكس اللي بيقطع السكندري وايندنج جزء منه بيروح للبرايمري والجزء الثاني برضه بيهرب او ما بيروحش، فبالتالي بيكون عليه الليكج فلكس. طيب طبعا نتيجه لوجود الفلكس او اللي هو الميوتشوال فلكس بالذات، لو احنا افترضنا ان الفلكس بتاعنا اللي هو بيروح من البرايمري للسكندري ان هو عباره عن ساينسويدال فلكس، فبالتالي بالمعادله المميزه دي هي عباره عن فاي ماكسيمم او البيك فاليو بتاعت الفلكس في ساين اوميجا تي.
طيب بالنسبه للانستانتينيوس او الانديوسد ام اف اللي هتولد في البرايمري، ممكن نحسبها من قانون فاراداي، هو عباره عن معدل التغير في الفلكس مضروب في مين؟ مضروب في النمبر اوف تيرنز. طبعا سبب الاشاره ان هذا الفولت بيقاوم الفولت الاصلي، فبالتالي يبقى اي 1 اللي هي انديوسد على ملفات البرايمري بتبقى ماينس ان 1 في الدي فاي على دي تي. لو احنا خدنا الكلام ده الدي فاي على دي تي دي وعملنا لها ديفرنشيبل، هنبص نلاقي ان الانديوسد ام اف في الاخر هو عباره عن الاوميجا اللي هي 2 باي اف مضروبه في النمبر اوف تيرنس بتاعت البرايمري في فاي ماكسيمم في ساين اوميجا تي ناقص 90 درجه. ممكن ناخد الجزء ده، لو سمينا الجزء ده هو الاي ماكسيمم اللي هو اوميجا في ان واحد في فاي ماكسيمم، ممكن نكتب المعادله بتاعت الانديوسد ام اف على نفس الشكل بتاع البيك فاليو اللي هنا هو بتاع الفلكس، ان الاي 1 بتساوي اي ام 1 ساين اوميجا تي ناقص 90 درجه. طيب احنا لو اشتغلنا، طبعا في اغلب شغلنا احنا بنشتغل على الار ام اس فاليو، فبالتالي لو انا عايز اجيب الار ام اس فاليو بالنسبه للبرايمري انديوسد فولتج او الاي ام اف يعني، تبقى عباره عن اي ماكسيمم مقسومه على جذر 2. طبعا كلنا عارفين اي ماكسيمم هي الاوميجا في ان واحد في الفاي ماكسيمم، كده هنقسمها على جذر 2، هنغير الاوميجا ديت ل 2 باي اف، فبالتالي لما نقسم الكلام ده على الكلام ده يطلع لنا اللي هي 2 باي على جذر 2 كقيمه، هتطلع لنا 4.44% في الاف ده فريكوانسي في الان واحد في الفاي ماكسيمم. ايضا لو انا بصيت لناحيه السكندري وايندنج، هنبص نلاقي ان بيتولد نتيجه ان الفلكس متغير قطع السكندري وايندنج هيتولد في انديوس دي ام اف، هتبقى برضه بنفس القانون، بس اللي هيختلف في الموضوع دوت هو النمبر اوف تيرنز بتاعه السكندري، على اساس ان عدد اللفات مختلفه من البرايمري للسكندري ومضروبه في معدل التغير في الفلكس زي ما احنا حسبناها، فيطلع لنا المعادله بتاعه الانديوس دي ام اف هي نفس المعادله بتاعه الانديوس دي ام اف المتولده في البرايمري، ولكن الفرق ما بينهم هو النمبر اوف تيرنز. فيبقى الانديوس دي ام اف اللي هي عباره عن في السكندري 44% في الفلكس في ال ان 2 اللي هي النمبر اوف تيرنز في الفاي ماكسيمم. طيب لو احنا حبينا نعرف نقول يعني ايه ايديال ترانسفورمر، عشان نبتدي ندرس الترانسفورمر في الاول هنقول يعني ايه ايديال ترانسفورمر، وبعد الايديال ترانسفورمر هنبتدي نضيف عليه شويه الحاجات اللي اتخرجنا من الموضوع بتاع الايديال للاكشوال ترانسفورمر. في الاول احنا لو قلنا هنتكلم على ايديال ترانسفورمر يعني معناها ان احنا هنتكلم ان الوايندنج عندنا ملهاش ريزيستنس، معناها كمان ان انا ما عنديش ليكج فلكس ولا عندي ليكج اندكتنس. بالاضافه الى يعني معنى الكلام دوت على طول ان السيلف اندكتنس والميوتشوال اندكتنس هيبقوا اصفار او الفرق ما بينهم يعني، فبالتالي ما فيش لوسز نتيجه للريزيستنس ولا الاندكتنس ولا في هيستريسيس لوسز ولا في اي حاجه من الكلام ده. طيب لو جينا نتكلم على الفرق ما بين الانديوز دي ام اف اللي بتتولد في الستيتور واللي بتتولد في الروتور، هنلاحظ ان احنا لو قسمنا المعادله بتاعت الانديوز دي ام اف بتاعت الروتور بتاعت البرايمري وايندنج وبتاعت السكندري وايندنج، هنلاحظ انها كده هتعتمد على النمبر اوف تيرنز. يعني احنا مثلا عندنا يبقى اي 1 على 2 هتساوي ان 1 على ان 2، وديت بنقول عليها التيرنز ريشيو. فاحنا لو افترضنا ان 1 على ان 2 دي بتساوي ايه، يبقى معنى كده ان الاي 1 على الاي 2 هتساوي ان 1 على ان 2 او هتساوي الاي. طبعا بالنسبه لي لو ان 2 اكبر من ان 1 بنقول على الترانسفورمر دوت انه ستيب اب ترانسفورمر، لو ان 1 هي اللي اكبر من ان 2 بنقول على الترانسفورمر دوت ان هو ستيب داون ترانسفورمر. بمعنى الستيب اب ترانسفورمر هو الترانسفورمر اللي بيرفع الفولتج، بينما الستيب داون ترانسفورمر هو الترانسفورمر اللي بيقلل الفولتج. طيب لو احنا جينا نتكلم بقى، لو اعتبرنا ان اللوسز مهمله، يبقى احنا طبعا كلنا متفقين ان الابيرنت باور اللي ناحيه البرايمري هتبقى هي الابيرنت باور اللي ناحيه السكندري. ده معناه بالنسبه لنا ان ال V1 في ال I1 او البرايمري فولتج في الكرنت في الكرنت في البرايمري كرنت بيساوي السكندري فولتج في السكندري كرنت. ده معناها ان ال V1 على ال V2 بتساوي I2 على I1 بتساوي A. ده معناه بالنسبة لنا إن أنا لما بعلي الفولت الكرنت بيقل، ولما أعلي لما أقلل الفولت الكرنت بيزيد بالنسبة لنا. لو جينا نحسب الانبوت باور هنبص نلاقي إن الانبوت باور بالنسبة لنا هي عبارة عن الفولتج V1 أو البرايمري فولتج مضروب في التيار بتاع البرايمري، تمام كده في كوزين فاي 1 اللي هي الزاوية ما بين الفولت والتيار، كذلك الحال بالنسبة للبي أوت
هنبص نلاقي ان البي اوت بالنسبه لنا هي عباره عن في 2 في الاي 2 في الزاويه ما بين اي 2 وفي 2. طب ما ننساش برضو ان احنا عندنا من خلال الريشوز دي انا اقدر اشتغل على الفي 1 والفي 2 باستخدام الريشوز دي. فانا ممكن اقول ان احنا عندنا البي اوت هي عباره او البي اوت هي عباره عن في 2. طب ما الفي 2 دي اصلا من هنا هتبقى ايه؟ في 1 على ايه؟ اهي استبدلناها. كمان الاي 1 بالنسبه لي دي هتبقى عباره عن الاي 2 اسف هتبقى بالنسبه لي ايه في الاي 1. فطبعا كده الاي دي هتروح مع الاي دي يبقى البي اوت بتساوي في 1 اي 1 كوزين ثيتا 1 وبالتالي هتبقى البي اوت هي البي ان والكلام دوت في حاله الايديال ترانسفورمر. طيب كمان في حاجه مهمه جدا احنا دلوقتي عندنا احنا بنقول ان احنا عندنا الترانسفورمر عباره عن دايره كهربيه ودايره كهربيه اللي هي دايره البرايمري ودايره السكندري وبيربط ما بينهم ايه الفلكس او الماجنتيك فيلد. طيب طبعا دراسه الموضوع كده هيبقى اصعب شويه فاحنا لو عايزين نسهله شويه هنحول الدايره المغناطيسيه ديت لدايره كهربيه. عشان نعمل الموضوع ده يبقى لازم البارامتر بتاعه الترانسفورمر لازم بتاعه السكندري مثلا نسيبها للبرايمري ونتعامل مع الترانسفورمر على ان هو سيركت واحده كهربيه او العكس. طيب معنى كده ان انا الار 1 لو انا خدتها وقسمتها على مربع الترن ثريش وده هيديني الار 2 والار 2 لو انا عايز احولها للسكندري وايندنج فانا ممكن اروح ضاربها في الار 2 لو انا عايز احولها للبرايمري وايندنج ممكن اروح جاي ضاربها في مربع الترن ثريش في الار 2. بمعنى ان انا لو عايز اخلي البرايمري ريزيستنس انسبها للسكندري هاخدها واقسمها على مربع التيرنز ريشيو. اما لو انا عايز اخلي الريزيستنس بتاعه السكندري انسبها للبرايمري هاخدها واضربها في مربع التيرنز ريشيو وهكذا. بالنسبه للاكس 1 اللي هي الليكش فلوكس والاكس 2 هعمل معاها نفس الموضوع. يعني لو انا عندي اكس 1 عايز انسبها للسكندري هروح اقسمها على مربع التيرنز ريشيو زي ما احنا شايفين في المعادله دي. انما انا لو عايز انسبها انسب الاكس 2 اللي هي الليكش فلوكس او الرياكتنس الناتج عن الليكش فلوكس بتاع السكندري وايندنج عايز انسبها للبرايمري وايندنج هضربها في المربع الترنس ريشيو. الكلام ده مظبوط وتمام بالنسبه لمين؟ زي ما احنا شفنا بالنسبه للبارامتر. يبقى انا لو عايز ارات او اكسات يبقى هضرب او هقسم على حسب الكيس اللي عندي هنسب للبرايمري ولا انسب للسكندري. بينما في التيار والفولت اللي بيحصل بالنسبه لي ان انا بروح جاي اعمل ايه؟ بروح جاي ان انا اشتغل على مش مربع الترنز ريشيو لا بشتغل على الترنز ريشيو بس. فاحنا عندنا المثال البسيط دوت بيقول لنا ايه فيه؟ بيقول لنا النمبر اوف ترنز ان ذا سكندري كويل اوف 22 كيلو فولت امبير. الترنز ريشيو بتاعتي هي عباره عن 2200 فولت على 220 فولت ده البرايمري تو سكندري وايندنج. بيقول لي ان احنا عندنا السنجل فيس ترانسفورمر النمبر طبعا اوف ترنز بتاعته زي ما هو كان بيحكي لي ب 50. يبقى انا عندي كده الباور بتاعتي كابيرنت باور 22 كيلو فولت امبير البرايمري على السكندري 2200 على 220 الترنز ريشيو اسف النمبر اوف ترنز بتاعت السكندري ب 50 الترانسفورمر كونكتد طبعا من خلال 2200 فولت 50 هرتز. الترانسفورمر الترانسفورمر از كونكتد تو ترانسفورمر از كونكتد تو 220 فولت 50 هرتز. بيقول لنا نيجلكت اور لوسز ان ذا ترانسفورمر فايند ذا وايندنج. اول حاجه عايز يعرف النمبر اوف برايمري ترنز. طيب احنا كلنا عارفين احنا متفقين مع بعض ان في 1 على في 2 بتساوي هي الترنز ريشيو ان 1 على ان 2. باستخدامنا للقانون دوت هنقدر نحسب البرايمري ترنز. كمان لو انا عايز احسب البرايمري فول لود كارنت هنتعامل معاه ونحسبه. برضه عايزين نحسب السكندري لود كارنت، عايزين نحسب اللود امبيدنس ريفير تو برايمري، برضه عايزين نحسب الميوتشوال فلوكس الموجوده في الكور. طيب احنا اول حاجه عشان نحسب النمبر اوف ترنز بتاعه البرايمري يبقى احنا عارفين ان احنا عندنا احس متفقين ان ان 1 على ان 2 بتساوي في 1 على في 2. فبالتالي يبقى ان 1 دي بتساوي في 1 على في 2 مضروبه في ان 2. نبتدي نشيل كل حاجه ونحط قيمتها. الفي 1 كانت ب 2200، الفي 2 كانت ب 220، النمبر اوف ترنز هنا كانت ب 50. يبقى الكلام دوت هيؤدي بيا الى ان النمبر اوف ترنز بتاعت البرايمري ب 500. طيب عشان نحسب الفول لود كارنت بكل بساطه هنحسب
الابيرنت بار ونقسمها على الفولتج. احنا بنتكلم على البرايمري، يبقى هياخد ال 2200 اللي هي بتاعه الابيرنت باور او ال 22 كيلو ديت، واقسمها على 2200 فولت، هتديني الكرنت. الكرنت هيطلع في البرايمري سايد ب 10 امبير، وايضا لو انا عايز احسب الكرنت في السكندري سايد هيبقى برده 22000 كيلو فولت امبير مقسوم على 220 فولت اللي هو فولت السكندري، هيطلع لي كرنت ب 100 امبير. لو انا كمان عايز احول الامبيدنس اللي عندي ريفير تو برايمري، يبقى الامبيدنس هتتقسم على او هتضرب سوري في مربع التيرنز ريشيو، فبالتالي هنبص نلاقي ال 4 اوم هتبقى 400 اوم. اما لو عايزين نحسب الفلاكس، معروف ان الفولتج بتاع احنا كنا كاتبين معادلته من شويه ان الفولتج عباره عن 4 و 44% في الاف في الان 1 في الفاي ماكسيمم، فبالتالي يبقى انا كده لو عايز الفلاكس ماكسيمم هقسم الفولتج اللي هو ال 2200 على 4 و 44% على 50 على الان 1 اللي احنا لسه كنا جايبينها او اللي هو كان مديهالي اللي هي 50 مضروبه في اسف اللي هي كنا احنا حاسبينها ب 500، فبالتالي يطلع لنا الفلاكس ب 2%. يبقى اذا ال V1 دي كانت ب 2200، دي 44%، 44% ده كونستانت، الفريكوانسي كان ب 50. احنا حسبنا ال N1 من شويه، كنا حاسبين البرايمري تيرنس كانت ب 500، فبالتالي لما نحسب الكلام ده هنبص نلاقي ان الفلاكس عندنا ب 2% وضرب. طيب احنا لو حبينا نبص على الايكويفالنت سيركت بتاعه الترانسفورمر ان جنرال وفي اي ماشين، في حاجه مهمه قوي، اي جزء بتتفقد فيه طاقه كهربيه بنمثله او طاقه حراريه يعني بنمثله بريزيستنس، تمام؟ اي مجموعه من خطوط الفيض المتماثله بنمثلها برياكتنس. ده معناه بالنسبه لنا ان احنا عندنا ادي الوايندنج بتاعتنا بالنسبه لنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن ملفات. الملفات ديت بيبقى فيها طاقه بتفقد لان اي سلك ليه مقاومه، فبالتالي هنمثله بريزيستنس. في جزء من الفلوكس هيتسرب اللي هو الليكج فلوكس هنمثله بالرياكتنس اكس 1، وهكذا بالنسبه برضو للسكندري وايندنج، في ده وايندنج ليه ريزيستنس وفي ليكج فلوكس، فبالتالي هنمثله بالرياكتنس اسمها اكس 2. فاحنا لو بصينا للسيركت ديت هنبص نلاقي ان احنا ادي الفولتج اللي احنا مسويينه، ادي الار 1 والاكس 1، وادي الكور بنمثله به ريزيستنس عشان بتفقد فيه طاقه حراريه، والفلاكس اللي بيعدي من الروتور للستيتور هنمثله بماجنتايزنج اندكتنس، تمام؟ وبالنسبه لدايره السكندري وايندنج زي ما احنا شايفين ادي ار2 اكس2 وهيمر لنا هنا كارنت اسمه اي2. طبعا كده مطلوب مننا عشان دي دايره مغناطيسيه عشان نقدر نحولها لدايره كهربيه، طبعا هنستخدم الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع التيرنز ريشيو. لو احنا اتكلمنا في هذا الموضوع فاحنا هنبص نلاقي ان احنا لو احنا نسبنا الكلام دوت للبرايمري سايد هيبقى عندنا ار2 داش واكس2 داش واي2 داش، فبالتالي عشان نجيب الار2 اللي احنا هننسبها للار1 او السكندري اللي احنا هننسبه للبرايمري، يبقى احنا لسه بنقول ان ار2 اللي هي السكندري عشان نسيبها للبرايمري هي مربع التيرنز ريشيو مضروبه في قيمه الار2، وكذلك الحال بالنسبه للليكج فلوكس بتاعت الاكس2 هي مربع التيرنز ريشيو في قيمه الليكج فلوكس. فبالتالي تصبح الدايره عندنا بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، ان الايه ادي الوايندنج بتاعه البرايمري سايد وادي الوايندنج بتاعه السكندري سايد، ونتوصل ما بينهم الكور لوسز مع الماجنتايزنج اندكتنس. طيب طبعا لو حبينا نعمل العكس، يبقى انا بدل ما كنت بضرب هقسم، يعني مثلا لو عايز ارسم انسب الدايره دي للسكندري سايد، يبقى انا عندي الار2 والاكس2 هتفضل قيمهم زي ما هي، اما بالنسبه للار1 والاكس1 هيسمى التنس بس ار1 داش واكس1 داش، وبدل ما كنا بنضرب في التيرنز ريشيو او مربع التيرنز ريشيو زي ما احنا شايفين هنقسم على مربع التيرنز ريشيو. طيب ودي طبعا كده احنا الدايره اللي فاتت دي بتبقى في حساباتها بتبقى شويه فيها كومبليكيتد، فاحنا ممكن للتسهيل بنروح عاملين ايه، نروح بالنسبه للباور المفقوده هنا من هنا لهنا تبقى في حدود 5%، فاحنا ممكن نتجاوز عن هذا الموضوع ونوصل البرايمري بالسكندري كونكتد ان سيريز، ونجيب البرانش ده نحطه في الاول كده عشان يسهل الحساب زي ما احنا شايفين في السيركت ده. طيب برضو احنا ممكن للتسهيل اكتر في بعض الحاجات لما بيكون الكور لوسز والكلام ده مش مؤثر، فاحنا ممكن ايه نروح جايين نشيل الكور لوسز خالص. طيب احنا ممكن كمان نشوف بقى الافشنسي برضو بتاعت الترانسفورمر. لو اتكلمنا على الافشنسي بتاعت الترانسفورمر، اي افشنسي بتاعت اي جهاز في الدنيا هي عباره عن
البي اوت مقسومه على البي ان. طب البي ان الفرق بين البي اوت والبي ان، البي ان هي البي اوت زائد شويه اللوسز، تمام كده. طبعا اللوسز الموجوده في الترانسفورمر زي ما احنا عارفين هي عباره عن كبر لوس وهيستريسز لوس وايدي كارنت لوس، تمام. فبالتالي يبقى احنا عندنا كده الافشنسي هي عباره عن البي اوت اللي هي عباره عن في سكندري في الاي سكندري في كوزاين الزاويه ما بين الفولت والتيار، ومقسومه على الانبوت اللي هو عباره عن نفس الاوتبوت بار اللي هي في اس اي اس كوزاين ثيتا زائد البي كبر لوس زائد البي كور لوس. طيب ممكن نقفل باب المساله ديت ونقول ان احنا عندنا ايه، ان احنا عندنا في عندي ترانسفورمر، هذا الترانسفورمر 100 كيلو فولت امبير 400 فولت على 2000 فولت سنجل فيس ترانسفورمر. البارامتر بتاعته عندنا الار 1 ب 1%، عندنا الار 2 ب 25%، عندنا الاكس 1 ب 3%، عندنا الاكس 2 ب 0.75 اوم. الترانسفورمر سبلاي تو لود، اللود دوت بيسحب منه 90 كيلو فولت امبير عند ال 2000 فولت، والباور فاكتور لاجنج وقيمتها ب 8/10. عايزين نعرف البرايمري فولتج، عايزين نعرف والبرايمري كارنت ماشي باستخدام السمبلست ايكويفالنت سيركت، وعايزين نعرف الفولتج ريجليشن والافشنسي بالنسبه لهذا الترانسفورمر. طيب احنا دلوقتي لو احنا بصينا كويس للموضوع ده لازم طبعا نعمل ريفيرنج، فاحنا لو عملنا ريفيرنج بالنسبه للسكندري للبرايمري يبقى احنا قلنا ان احنا هنضرب القيم في مربع التيرنز ريشيو، فبالتالي انا عندي الار 1 والاكس 1 دول هيفضلوا زي ما هم لان انا هنسب ليهم او هنسب لناحيه البرايمري سايد، فبالتالي هيبقى عندنا دلوقتي ايه الار 2 هنسبها ل 25% مضروبه في 400 على 2000، الكلام دوت هيطلع لي 1%، والاكس 2 هنتعامل معاه بنفس المنطق 75% في 400 على 2000. طب بص بمعنى اخر ان احنا ايه، ان احنا هنا لما نحب ننسب لاي حاجه هنقول في اللي احنا رايحين منه على اللي احنا رايحين له على اللي احنا جايين منه عشان ما نقعدش نلخبط نفسنا بموضوع التيرنز ريشيو. يعني انا كده رايح ناحيه البرايمري، طب فولت البرايمري بكام؟ ب 400 فولت، وجاي منين؟ جاي من السكندري، يبقى اللي انا رايح له على اللي انا جاي منه باور ايه؟ باور 2. وبالتالي احنا بما ان احنا بنتكلم على الايكوفلنت سيركت والابروكسيميت يبقى هنجمع ار 1 مع ار 2 داش، ف 1% زائد 1% هتديني 2%، وهنجمع اكس 1 مع اكس 2 داش اللي هي 3% زائد 3% هتبقى 6%. كده احنا بقى لما نيجي نجيب الفولتج في 2 طبعا اللي هو الفي سكندري عايزين نرسبه للبرايمري، يبقى انا عندي كده ال 2000 برضو في اللي انا رايح له اللي هو ال 400 مقسوم على اللي انا جاي منه اللي هو ال 2000، يبقى اذا الفي 2 داش هيبقى ب 400 فولت. طيب لو احنا عايزين نحسب الاي 2 داش يبقى الاي 2 داش بكل بساطه احنا قلنا ان احنا لما نسبنا السكندري بقى 400، كده كده الاس ما بتتغيرش، فبالتالي يبقى الاي 2 داش اللي هو الاس على في هيبقى 90، هو 90 كيلو يبقى 90 في 10 اس 3 مقسوم على 400 هيطلع التيار ب 225 امبير. طبعا خلي بالنا ان هو كان بيقول ان الباور فاكتور الليجنج ب 8/10 يبقى شيفت كوزاين هيديني الزاويه، يبقى التيار كقيمه وزاويه هو 225 على انجل ناقص 36.78%. لو عايزين نحسب الفولتج بتاع البرايمري بكل بساطه هو ال V2 داش اللي احنا لسه حاسبينه ده اللي هو 400 زائد ال I1 مضروب في الاكس اكويفلنت زائد الجي اكس اكويفلنت، فبالتالي لما نحسبها هيطلع 411.96% وزاويه 1 او زي ما تطلع الزاويه مش مشكله يعني حسب القيمه الموجوده. طب لو احنا بقى حبينا ان احنا نجيب الفولتج ريجوليشن يبقى الفولتج ريجوليشن بالنسبه لي هو عباره عن فولت البرايمري ناقص فولت السكندري منسوب للبرايمري، بمعنى اخر هيبقى بالنسبه لنا هذا الجزء يعتبر هو الدروب اللي حاصل في الرياكتنس التوتال رياكتنس والتوتال ريزيستنس، فبالتالي هيبقى هو عباره عن الاي 2 داش في الار ايكويفالنت كوزاين فاي زائد الاي 2 داش في الاكس ايكويفالنت ساين فاي، فبالتالي لما احسب الموضوع ده هيطلع لنا الفولتج ريجليشن ب 11.7 لو قسمته على الفي برايمري اللي هو كنا احنا استحسبينه من شهر 411.96% يطلع لنا هذا الكلام ب 2.84%. طبعا لو احنا عايزين نحسب الافشنسي يبقى بكل بساطه هنحسب الايه؟ الاوت بتبار وبعدين نحسب اللوسز وندفع عليه، فهيبقى عندنا ادي الباور في 1 اي 1 كوزاين فاي 1 اللي احنا لسه جايبينها من شويه، يبقى اذا هتبقى 411.77% في 277.184% دي اللي هو التيار بعد ما تحول ده في كوزاين الزاويه هيديني الباور. هذه الباور المفروض انها تعتبر بالنسبه لي ديت الانبوت باور، او انا ممكن اجيب الاوت بوت باور واجمع عليها اللوسز اي حاجه، يبقى الاوت بوت باور في 2 في الاي 2 في كوزاين فاي 2، ف
فبالتالي تبقى 90 في 10 أس 3 في 8 من 10، الكلام ده يساوي 72 0 0 0، هقسم الاثنين على بعض هطلع efficiency. طب تمام. بكده يبقى احنا خلصنا الموضوع بتاع الترانسفورمر. اتمنى ان موضوع الريفيجن ده كان يكون مفيد بالنسبه لكم. بفكركم تاني ان احنا لازم نهتم بكل حاجه موجوده في الكلام اللي اتقال في المحاضره زائد شغل الشيت، مهمين جدا. وبالتوفيق، ومع تحياتي وتحيات قناه الكهرباء ببساطه. اتمنى ان المراجعه دي تكون مفيده بالنسبه لكم. ما تنسوش تذاكروا الكلام بتاع المحاضرات كويس جدا، وكمان ان شاء الله تذاكروا الشيتات كويس جدا. واتمنى لكم حظ سعيد. السلام عليكم. مع تحيات دكتور حمدي. سلام عليكم.